الراديو 90 هواها مصري. أعزائي المستمعين مساء الخير. النهاردة هنكمل في مكسراتنا جامع السيدة. طبعا انتوا عارفين الجامع موجود في الميدان الذي يعرف باسمها، بل الحي كله يعرف بحي السيدة زينب. قبل كده زمان كان اسمه قنطرة السباع. ليه بقى؟ الخليج المصري كان بيجي من فم الخليج ويعدي على شارع السد اللي جنب الجامع، ويمشي على باب الخلق على شارع بورسعيد اللي هو اسمه شارع الخليج سابقا. فكان في أنطرة قصاد، يعني تعتبر في ميدان السيدة. الأنطرة دي عليها تماثيل سباع، فكانوا مسمينها قنطرة السباع. ده مكان الجامع. سنة 1898 تم ردم جزء من الخليج، اتشالت مع الأنطرة. مع الردم والتوسيع بتاع الميدان اكتشفت واجهة جامع السيدة الذي كان الوالي العثماني علي باشا قد جدده 1547. عشان كده يا جماعة لو قريتوا المقريزي اللي أرخ 1450 تقريبا تلاقوه مش كاتب جامع السيدة زينب، لأنه كان معمول عليه القنطرة السبع دي مش باين، ولما تجدد كان بعد المقريزي ما مات. أعاد تجديده الأمير عبدالله كتخودة 1768، ومنذ اكتشاف الجامع 1898 أطلق على الميدان بل والحي كله اسم عقيلة بني هاشم. وزارة الأوقاف سنة 1940 أقامت المسجد اللي هو الموجود حاليا والذي يحتضن ضريح السيدة زينب سنة 1969. أضافت وزارة الأوقاف مساحة مماثلة لمساحة المسجد الأصلية، ومع التجديد أقيم محراب جديد يتوسط المسجد الجديد مع الإبقاء على المحراب القديم. وقد وضعت مقصورة من النحاس الأصفر وستر من حرير مزركش فوق ضريح السيدة زينب الذي يعلوه القبة. وعندما أهدى زعيم طائفة البهرة الهندية مقصورة مذهبة وضعت فوق مشهد رأس الحسين، تم نقل المقصورة القديمة من الحسين إلى المسجد الزينبي. بجوار ضريح السيدة زينب في الركن الشمالي الغربي للجامع الزينبي يوجد ضريحان متجاوران للشيخ عتريس وللشيخ عيدروس. دول بقى وجودهم يا جماعة هو اللي بيثبت إن السيدة زينب مدفونة بالفعل في مصر. الضريحان يعلوان مقبرتين موجودتين في ساحة واحدة مفروشة بالرخام ومحاطة بدرابزين كده من الحديد، وعلى كل مقبرة مقصورة من حديد وقبة من خشب. جدد الضريح ده سعيد باشا والي مصر، وتولى عملية التجديد أدهم باشا، وأعيد تجديد الضريحين مع تجديد وزارة الأوقاف للمسجد كله سنة 1940. من هو بقى الشيخ عتريس؟ هو محمد العتريس ابن أبي المجد ابن قريش ابن محمد، ينتهي نسبه إلى علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي. الغريبة بقى أن محمد العتريس ده شقيق إبراهيم الدسوقي صاحب المسجد الكبير بتسوق. طيب، ولد العتريس في نهاية الدولة الأيوبية، حارب مع أخوه إبراهيم الدسوقي الصليبيين والتتار مع السلطان نجم الدين أيوب، وبعدين حارب مع قطز وبيبرس. وكان العتريس كثير التردد على مسجد السيدة زينب، وقد أمر بأن يدفن بجوارها لأن نسبه ينتهي إلى ابن أخيها علي زين العابدين. ده من يعني من الحاجات اللي تثبت فعلا إن السيدة زينب مدفونة في هذا المكان. ليه بقى؟ الراجل ده العتريس ده حارب مع قطز وبيبرس
يعني تقريبا مات 1200 ميلادية بالتقريب كده. إذن من 800 سنة كان ضريح السيدة زينب معروف، يبقى كانت موجودة بالفعل. الشيخ الثاني اللي هو الشيخ عيدروس، ده وجيه الدين أبو المراحم عبد الله الحسيني العلوي العيدروس، جاء لمصر عام 1135 هجرية، يعني تقريبا 1731 ميلادية. ده بقى أجدد جدا من الشيخ العتريس. هو الحقيقة الشيخ عيدروس بينتهي نسبه إلى الإمام جعفر الصادق اللي هو ابن عم سيدنا علي أبو طالب. جه مصر كان عنده 26 سنة، وبعدين سافر الحجاز وسكن في الطائف، وبعدين رجع مرة تانية إلى مصر 1174 يعني بعد بالضبط 41 سنة. حج 17 مرة وألف أكتر من 70 مؤلف شعر أو نثر. توفي 1192، يعني بعد ما وصل مصر بالضبط 60 سنة. راح الحجاز ورجع ومات 1192 هجرية، يعني 1790 قبل الحملة الفرنسية كده بشوي. منذ تجديد المسجد، مسجد السيدة زينب، كانت بتعمل به حضرة للسيدة كل ليلة أحد، ومقرأة كل ليلة أربعة. مقرأة يعني ختم القرآن، يعملوا ختمة اللي بيقولوا عليها الختمة. ومولد كل عام طبعا، أكيد كلكم تسمعوا عن مولد السيدة، بيستمر أسبوعين. الليلة الكبيرة بتاعته بتبقى في آخر 3 في رجب. هذا المولد يا جماعة ظاهرة غير عادية. فاكرين السلفيين اللي طلعوا يقولوا الموالد حرام؟ طب تعالى كده أقول للمصريين مفيش مولد السيدة، والله تحصل ثورة في البلد. أنا شفت ناس بتيجي من أقصى الصعيد ومن مرسى مطروح ومن الواحات ومن بورسعيد لمجرد ان هم يباتوا ليلتين في الشارع بس في جوار السيدة زينب. الحقيقة أولياء الله الصالحين لم يجدوا في أي دولة عربية إسلامية كل هذا الحب الذي وجدوه في مصر. ده مش تعصب مني يعني، إنما إحنا فعلا شعب مختلف، وهيبان في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. خلصت حلقتنا، وبكرة قبل دلوقتي ب10 دقايق نتقابل في مكسرة جديدة ذات قيمة غذائية عالية جدا. تصبحوا على خير.